كاسبر جاك يفكر في عسوني والبدري يخاف بلغة الكورة نقولوا يتحركوا لأنه نتيجة مهمة جدا الآن. شعلة سجلوا كورة ليه الهدف الأول النمس يبقى نمس يبقى النمس يبقى النمس في براريكي الخضراء في حواريكي الخضراء ولد حيفا توما بورقيبة هناك في ضاحية العاصمة باردو ينطلق ويقول بالرأس نسجل. ماني قلت لكم يا الولاد اليوم المساكني وعكاشي يسجلوا أول هدف أمام جمهورهم أمام شعبهم في أرضهم ووطنهم. 1-0 نسور قرطاج. سنتي والثالث يمشي نعيم حلهم يا نعيم حلهم يا نعيم حلهم يا نعيم اضرب يمسكني جول الهدف الثالث من نمس الهدف الثالث من الذهب الذي لا يسدى ابدا الذهب عمره ما يسدد يمسكني. 3-0 سيناريو المونديال يتكرر. مسيرة الأحمر التونسي مساكني مع نور علي الساري يوسف المساكني تصويب التصويب جول جابانو جابانو في الشباك عدانو يوسف جول يوسف جول يوسف جول يا سلام يا سلام كرة تونس الجميلة. أول هدف كان لتونس 2018 يتقدم للتاك يمشي المساكني يمشي المساكني عاود هالو المساكني يعمل صالون حتى هالو إليه الهدف الأول للنصور الواحد صفر من الديامونتا واحد صفر من الديامونتا جوزيبي يوسف المساكني ميسي كرة العرب. نعم كما أكدت الريبوبليكا وكما عنونت الصحافة البلجيكية واحد بلاش من المعلم واحد بلاش من ليون إمبراطور 1-0 بالثاني هدف القرية ليصبح هدف الكان. الله أيتها الكسور الله أيتها الخسلان وتونس تتقدم واحد بلاش. الله يمسكني واحد سامحني الثاني طيحه الثالث عقبه الرابع عقبه والخامس رعبه والسادس رهبه والكورة في الشبكة جيبها من الشبكة يا داودة والله معلم والله يا ميسي والله يا ميسي على الطريقة التونسية 1-0 يوسف المساكني. هذه السيري الخدان لكن يوسف هو اللي يشوط يوسف المساكني يوسف جول جول يدير شابانو شابانو يوسف المساكني يسكن الشباك جول 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 يوسف جول هو اللي سجل 12 مليون تونسي. يتقدم يوسف المساكني ومع النصور لا تلف ولا تدور كرة قنبلة من يوسف المساكني على يمين الحارس عايشي سالوم. في المساحات اللي امامنا هو ومحاوله استغلال بقى الفرصه لان الجهد المبذول جهد كبير عدى الاولى عدى الثانيه والثاني يا هي دي بقى مباراه الديربي هي دي لقاءات الديربي. المغرب بيفعلوا كل شيء في كره القدم لكن لم يسجل الشماخ ولم يسجل حجي فياتي العقاب والعقاب عقاب قوي جدا من يوسف المساكني استغل التعب والارهاق البدني نتيجه الضغط المغربي المتواصل استغلال الاخطاء والهفوات. شوف امامنا هنا التوفيق من المدرب الدفع باللاعب يوسف المساكني اللي بيسجل اول اهدافه الدوليه بمهاره الكبار لاعب من اللاعبين الصغار امامنا هنا في هذه اللقطه. شوف المرور الاول وهنا امامنا يمر من بدر القندوري والتدخل الدفاعي المتاخر جدا من جانب اللاعب القنطاري ومهدي بن عطيه تلمس في قدمه وتتحول داخل الشباك عشان يسجل يوسف المساكني امامنا الهدف التونسي الرائع جدا في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت. حقك تشرب حقك يعني تسعد امامنا هو البديل اللي دخل مكان العلاجي يسجل. ورا يوسف يوسف المساكني يوسف المساكني يرجع هيا يوسف جميل كوره جميل كوره
شوت 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 يا مساكي جول. واحد بلاش واحد بلاش للنصور. كتبناهم كتبناهم النصر العشير غيشوه. واحد بلاش النصور تتقدم. هدف عالمي يا مساكي. انا من سميتك النمس يوسف النمس يضرب كوي. واحد بلاش لكرطاج. واحد بلاش للنصور. واحد بلاش لتونس الخضراء. الله يا بلدي الله. الله محلاك من وطن رغم كل الظروف والمحن. هدي هدي يا يوسف. كرة في فرصة يمشي خطيرة خطيرة وعطية جول. إليه إليه عودانه يا نمس عودانه عودانه يا يوسف. الذهب عمره ما يصدد. الذهب عمره ما يصدد. جول تونسيا جول. واحد بلاش واحد بلاش. يوسف المساكني مشي مليح مشي مليح. الراجي قادر على كورت وشادي الأمامي ومساكني ومساكني راوغ والسام لمساكني. جول في الشباك حدانو في الشباك حدانو. ما خدرتش على باله ما خدرتش على باله. من بداية وفي النهاية التونسي لمساكني يكتب أجمل حكاية أحلى رواية. يا سلام يا سلام على المساكني الفنان مع بالشريفية المغوار مع المساكني الفنان. تونس يا ناس تونس يا بلادي يا ترام أجدادي والدادي. تونسنا عزتنا فرحتنا. هدف عالمي من العالم يوسف المساكني. التوانسة همة وشتارة رجولية وكلايب ومهارة. We'll be right back.